مفك؟ لا المفك مفك. مفك. الله السبعة صباح دار الله الحمد. صباح الخير من الرويس الأمم المتحدة حقت السعودية. هنا عندنا مجتمعات اليمنيين والسودانيين والتشادين والإريتريين والإثيوبيين والباكستانيين والهنديين والبنغلاديشيين والفلبينيين وممكن هبة صغيرة كده من السعوديين، وفي خواجة واحد راكب دراجة. اليوم الفلوج يلم ورا كواليس فيلم نصوره الليلة هنا في جدة. لا إله إلا بسم الله شوار ضيق. أيوة كيف طلع؟ شباك زاوية ولا نجو بجاي؟ الزاوية دي كيف؟ دي خلود وهنا ورا كواليس حقت الفيلم اللي أنا مخرج حقه بعدين اليوم. ومعنا ريم برضو. أنت ريم دوركي شنو؟ هي بتقول مخرجة مساعدة، هي مساعدة المخرج. أوكي مساعدة المخرج. ولا برودوسر ولا شنو معنا؟ الإذاعة كيف الضوء؟ نجيب إذاعة ولا كيف؟ امزح معك ان الشمس سنه وربنا انطانا ليه. لازم نتحرك رويس داخل عشان عندي فواكه وبن واشياء مهمه جدا للانتاج ندور نشتري ونجيبه في الست. اي اشياء مهمه للانتاج مهمه. ناس عشان ما يموتوا من الجوع. مصطفى ما في مقفل اصلا. يا مصطفى مصطفى هو نايم و الدراجة سوي كيف؟ انا كلمته امس كنت يغير سبوك بس. لا خليه ما بتزعجه من النوم. خلاص خليه ممكن تدوه الدراجة بس خلاص كويس ادوه لما يصحى من النوم قوم بعد الظهر خلاص. انت من وين؟ انت قول من وين؟ سوري؟ ما سوري ما فلسطيني عراقي فرنسي ما فرنسي. بو انا قلتها خلاص. بو انت ايش هذا؟ ما تسوي لا لا مو انت يا خلود ما تصوري ناس. ما صورت ناس صورتك انت. لا 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 ما تصوري ناس. ما بصور احد صورك انت. يا من جد يا بنتي ما تصوري ناس. ناس هنا ترى حساسين يعني ما بيحبوا شغلنا. سمحت اسمع كلام. امشوا امشوا انا حره. لازم تستاذنوا من الناس. طيب سوري سوري ناس. السلام عليكم. طيبين جايين جايين جايين. البن جاهز دقيقة بس صور. البن جاهز جبتوه؟ كيف حالك؟ الله يسلم. الموقع حقك من الاسم. انت صاحب المكان؟ لا هو مندوب. مندوب ها؟ قاعد بتدربك؟ لا محمد بن وسط تركي. ايوه وهذا تركي. هذه قهوة عربية. ايوه يمني انتاجه. يمني اخر شيء هنا؟ ايوه
يلا بي. ده احسن بون في جدة، احسن بون في جدة والله. هذا عيسى السني الريمني حضرمي. هذا حضرمي هو اليوم هدية مضبوطة بالبركة عليه. يا سلام يا اخي. سناب هون. تبغون ذوقكم العسل؟ يا ريت. ولا يهمك اي شيء. يا سلام. دوق يا غنى شوف. لا 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 لا. اوه بس مرة طعم ريم. Mother Reem. Oh my god. اروح اجيب فايل، ما عندكم فايل؟ اوه مرة طعم. اوه ماي جاد مرة طعم. انا اشتري ايش لشعري؟ زيت الحية. زيت الحية كويس مع لون شعرها. يلا صاحب المكان ما في كلوب بارتي جايز. حبيبي تسلم. تسلم. معلش. السلام عليكم. معلش عندهم تطبيق تصويره. هتدفعوا كم؟ هتدفعوا كم اللي هيصور؟ أوامرك الحاج اللي أنت عايزه. عايزين 2000 ريال. بلاش عليك والله. 2000 ريال حتى فيلمنا 2000 ريال ما لا قال لي. أنا والله كنت أنت قول لهم أقول البنات بيصوروك بيصوروك. بس ما كملتش في معهد السينما. والله؟ لا. اتخانقت مع العميد ضربته طردوني. والله العظيم؟ لا والله. الكلام ده فين؟ الكلام ده في السبعينات. يا سلام. في القاهرة ولا في القاهرة؟ يا سلام. يمكن انتوا كنتوا كلكم لسه. لسه ايه؟ طلبناش احنا اهو. يا سلام. قالوا لي انت لا تصلح للتمثيل. ليه يا جماعة؟ يا سلام. ده انا راجل كويس. واو تمثيل. قالوا لا لا لا. يا سلام. خلي الفيلم كامل تحت. صوروني بقى مع الرجال. ايه ايه. صور يس خلاص. صورينا. وايش كمان تفاح اخضر صح؟ ايوه. كيلو ولا 2 كيلو؟ كيلو كده شكل يعني. خلاص كويس. الو. جدو؟ كيف يا اخي؟ الحمد لله. هسه شنو؟ اخبارك ما في؟ طيب؟ متجدد؟ الحمد لله طيبين. في جدة؟ ايه طيبين كده. سألتها كيف كمان؟ ها؟ هي كمان في ماريا ده؟ ها؟ لا كيلو ونص ولا شو ده استبال ولا شنو؟ كيلو مستشفى؟ او كيلو خلاص اوكي. طيب يعني هسه كده ماشيين؟ ده ترى صاحبي في الشات ومرت اليوم ممكن تلا ودو مستشفى فشكلها ممكن اليوم. مبروك. والله مبروك. المفروض تسموه بنتلي. اتصلت بين الناس انه نحن شكله متاخرين. اي والله. انت شنو في السعوديه؟ انت من السودان ولا شنو؟ اي انت اصلا مولود هنا ولا هناك؟ والله انا مولود هنا وانا من هناك. ونص هنا ونص هنا.